لف تقريبا 180 درجة احمد حمودي لان ظهره كان للمرمى وسدد الكرة اللي كانت مرتدة من دفاع نصر حسين داي بتمر بجوار القائم عشان خطورة الاهلي تزيد شوية شوية. ادي لخبطة الدفاع، السرعة تلخبط اي تكتل دفاعي، وده اللي الاهلي بيلعب عليه، بيلعب على السرعة الوان تو على الاختراق من الاطراف سواء عن طريق باسم علي او حسين السيد في اللقطة اللي فاتت من الجهة اليسرى وتسديدة احمد حمودي، لكن اضاع للوقت من جانب بوسوف خير الدين. محمد نجيب متفوق دفاعيا حتى الان، محمد نجيب والتشتيت المره دي خلاص، محمد نجيب بعد الخطا امام الفيصلي الاردني بيشتت في اللقطه اللي فاتت، دايما هيفكر في التشتيت الامامي، التشتيت على جنب من الجنبين. ورتاني يلعبها ناحيه اليمين عند توفيق عدادي لورتاني مره ثانيه، الهجمه للنصريه عايز يلعب العرضيه بدون عنوان، بدون عنوان، لكن هنا الخطا الدفاعي كان ممكن